أهلا وحبايب، طبعا أحب أروي لكم قصتي حال حزينة. أني اسمي سالي، بدت قصتي من 14 سنة، بديتها بمعاناة وحزن. زين، كانت عندي مرت أبو حيل ظلمتني ومأذيتني وملوعتني. ذاك اليوم فتت على التواصل الاجتماعي، ما حب أعرف شنو من التواصل الاجتماعي شنو من برنامج. تعرفت على شخص كنت دائما أنشر حزن، شخص كان دائما يراقبني ويسألني شبيك. ذاك اليوم فات لي خاص، قلت لأني عندي مرت أبوي حيل مأذيتني وظالمتني، فهو حيل يعني تأثر بقصتي. راحت أيام جت أيام، بديت أتعلق بي وبدأ هو يتعلق بي. المهم اتفقنا على الزواج، قال لي أني بس أكمل دراسة أجي أخطبك. ليش ما هذا الحلم تحول إلى كابوس، هذا الحلم تحول إلى مأساة. اتصل بي يا حبيبي، قال لي سالي، قلت لها حبيبي، قال لي أني صار بي مرض خبيث، مرض سرطان. أني انتهيت وقتها، أني حياتي خلص دمرت. كنت أحلم نتزوج نكون بيت نعيش أسعد اثنين. آخ من الوقت، بس هذا الحلم خلاص يتوجع قدامي يتوجع. يقول لي سالي يعني حموت، قلوا لي شو أسوي، ما اقدر اشوف حبيبي، حبيبي حيموت، انا هموت وياه. ما اعرف، حبيت اقول له هذا الكلام، شنو هي الاخرك شنو هي الاخرك، ما خابرتني اليوم، مو قلت لي امس ما اقطع وياك، امس من مر علينا كنا حزنانين، ليش الدنيا تغدر بينا، شنو طالبتنا بدين. ما يخالف اذا نرجع مثل ما كنا انا وياه مجتمعين منجمعين فرحانين متونسين، راح اوافي الدين. خالف اذا نرجع مثل ما كنا انا وياه، راح اوافي الدين. لكن اني ادري ما ترجع الاحلام والايام، لان كلها اصبحت هاليوم بس اوهام. خلي ننام ونقعد بلش لينا يطوف بالاحلام، ونرد مثل الامس ونرجع ردود. شنو هي الاخرك، ما خابرتني اليوم. بدو اروح لكم، لا تحبون. اني هسه دا امر باصعب لحظات عمري، لان دا اشوف حبيبي دا يموت وما اعرف شو سوى، اني اموت وياه. ما اعرف اذا وصلني خبر وفاته، انا انذبح اموت، انا انتحر، لو ايش اسوي.